دلوقتي هنعمل بون ويندو وهنعمل 3D للإسكان. هنروح عند براوزر، هنجيب منه الهيد برضو بتاعنا، هنروح عند البون ويندو. من خلال الصور دي بعرف ان هو البون ويندو اللي انا واقف عليه، او من خلال الكرن اللي موجود معايا ان هو 70 بعرف ان ده البون ويندو. دبل كليك عليه هيتفتح لي على 3D. يس، البون ويندو لما بيظهر معاك بتعرفه ازاي؟ ان انت شايف كل السوفت تيشو اللي هي موجوده جوه البرين، ما عادش في حاجه موجوده فيها او ظاهره واضحه. كل اللي ظهر معاك هو البون، هو اللي بقى فيه تفاصيل ظاهره كويس، بعكس الاول. الاول كان السوفت هو اللي ظهر كويس والبون كان ابيض خالص ما فيهوش اي تفاصيل. فهنا ميزه البون، واللي تاخد البون ويندو بيبقى شارب، بيقدر يظهر لك اي تفاصيل، وخاصه لو في بقى كسور بسيطه او حاجه بتبان معاك بشكل كويس. تمام، احنا عايزين نعمل اكزيال بون. هنروح على السجدة، هنقف ونتأكد ان المربع بتاعنا متأكتف، ان هو يبقى هو اللي منور. يعني ده كده هو ده اللي متأكتف، منور اخضر، ده الاحمر هو اللي منور، يبقى هو ده اللي فعلا متأكتف معايا. بفتح التخطيط بتاعي، هنثبت التخطيط. عندنا التخطيط في اتجاه البرين من تحت لفوق، هنخلي التخطيط بتاعنا سلايس تكنس 2 مللي زي ما اتفقنا، ونخلي عدد الصور 24. هنمسك التخطيط من النص زي ما اتفقنا، زي الأجزاء زي السوفت بالظبط. هتنزل، تفضل تنزل لحد ما الماستوية ارسلت تقابلك، قابلتك هنا اهو، تعمل ستوب، توقف على كده. هتبدأ تحرر الفري مود عشان تحرك الخطوط دي معاك. تمام، هنبدأ هنا نعمل روتيشن، ناحيتين خدهم قد بعض على قد ما نقدر كده، كويس. تمام، هتبدأ انت خلاص كده ظبطت الناحيتين قد بعض تقريبا. هنا برضو لسه محتاجة سنة بسيطة. تمام، ناحيتين هنا قد بعض والصورة واقفة معاك بشكل كويس، مش محتاج فيها تعديل كتير. هتعمل الأنجل بتاعتك، هتمشي مع اتجاه السكال شوية لحد ما الماستويد ارسلز تيجي مع نين العين بالشكل ده. ادي نين العين اهو، وادي عندي الماستويد في قط واحد. تمام، بشكل كويس وصورة واضحة كده. انا خلاص ستوب على كده، مش عايز حاجه تاني. يبقى انت كده صورتك معدوله، الناحيتين بايلاترال، الانجل بتاعتك مظبوطه، بتمسك التخطيط عشان تبدا تغطي بدايتك من تحت ونهايتك من فوق، وبتغطي هنا الاسكالب بالكامل. ما بتجيش مثلا زي السوفت لحد هنا وتقف، لا، بتغطيها كلها عشان لو في اي حاجه في البون تبان. بتقول له ستارت كده، انت خلاص خدت مجموعة ام بي ار. بتقول للجهاز سيف اند كوبي تو فيلم شيت، احفظها لي وابعتها لي على الفيلمنج. هتروح على الفيلمنج هتلاقيها موجودة. عايزين نعمل فورمات ليها، ممكن نعملها بكذا طريقة. المرة دي ممكن تقف هنا ومن خلال اللي اوتس هنا تختار فورمة 5x5، فورمات اللي هي بتاع 5x5 كده. تمام، او ان انت تضغط كليك يمين من بروبيرتس، بتختار فورمات 5x5 وتقول له برضو اوكي او انتر. اول صورة لو عايز تزومها لوحدها وبتاكتفها هي لوحدها بس وتعمل لها زوم. تمام، خلاص كده انت عملت لها زوم وكله تمام. هتاخد الصورة اللي بعديها، ممكن تدوس شيفت وتحدد اخر صورة، هيحدد لك المجموعة كلها شيفت في الكيبورد، او ان انت تعمل تقف عليها وكليك يمين سيلكت اون سكسيدنج، برضه هيحدد لك المجموعة كلها. بتقول له هايد جرافيكس من ام ديس، بتقول له هايد جرافيكس، هيشيل لك الجرافيكس اللي هي العلامة الصفراء. هتعمل زوم على أكبر صورة موجودة معاك. عملت زوم كويس كده، خلاص البون ويندو هو ده شكل كويس ليه جدا، اللي هو انت التفاصيل بتاع البون ظاهرة معاك بشكل كويس. بتروح تقول له بره اكسبوز فيلم شيت كده، خلاص هيطبعه لك. يبقى انت كده طبعت البون ويندو، مش هحتاج اكتر من ان هو يكون اكزيال بس. هنبدأ نروح عشان نعمل 3D. 3D للاسكال بيتاخد من السوفت، ما ينفعش اعمل 3D من البون ويندو. فانا هرجع للسوفت تاني وافتحه بدبل كليك على 3D عشان اقدر اعمل منه 3D للاسكال، او الشكل اللي احنا عايزين نشوفه تبقى الاسكال كلها ظاهره معاك. طبعا بيبقى شكلها كويس لو في كسور كبيره قوي، حاجات صغيره، كسر طويل حابب تشوفه بشكل كويس، بكانك بيرسم لك الاسكال قدامك. وهنشوف دلوقتي الكلام ده مع بعض عشان نعمل 3D. تمام، هنقف مثلا على الاكزيال او اي بلانز من الثري، سواء السيجتال او الكورونا او الاكزيال، وتيجي عند كلمة فيرت وكليك يمين، هتلاقي الايقونة دي ظهرت معاك، بيقولك اختار الشكل اللي انت عايز عليه 3D.
بما ان احنا هنعمل السكال وهي عباره عن بون، فهنقول له انا عايز الشكل ده بيظهر لي البون بشكل كويس، تقول له كليك. تمام. طيب انا عملت هنا كليك، طب انا عايز اخلي دول زي دي، مش هضطر اعمل بقى دي تاني اللي هو اضغط كليك تاني عشان دي تظهر، لا، بمجرد ما اروح على الصوره دي واكتبها ادوس كليك شمال عادي، كليك واحده هتلاقيها ظهرت معاك، ودي كذلك كليك شمال هتظهر معاك. عايز اشيل الخطوط دي اقول له من هنا هايد ريفرنس لاينز، كده هيشيلها لك، وهحرر انا الروتيت ايمجز دي عشان تديني حريه ان انا اقدر احرك الصوره دي براحتي. تمام. طيب انا عايز الاسكال نفسها، مش عايز التيبل دي تبقى ظاهره معايا ولا الحاجات دي ظاهره معايا، هبدا اقصها. طب اقص الحاجات دي ازاي؟ بروح وانا واقف مثلا هنا، هروح عند اللي هو البانش مود اللي احنا بنقول عليه المقص، واكتفه هيبدا يتاكتف معاك. تمام. بما ان احنا كنا عاملين قبل كده فللاسف جات المعارضة، بس احنا دلوقتي خلاص لو هو مش الحاجات دي لسه ما اتشالتش، بتبدا تحرك معانا كليك واحده، تبدا ترسم دايره حوالين الاسكال. دبل كليك هتقفل لك الدايره كده. انت بقى خلاص حددت المنطقه اللي انت عايز تحافظ عليها او اللي عايز تقصها، بيبقى ليك الحريه في الموضوع ده ان انت تختار. فانت دلوقتي حددت الاسكال كلها، عايز تشيل اللي جوه الدايره ولا عايز تعمل ريموف اللي جوه الدايره؟ لا، انت عايز تحافظ على اللي جوه الدايره، بتقول له كيب انسايد، فبالتالي هيحافظ لك على اللي جوه ويشيل اي حاجه تاني بره مش عاجباك. خلاص شلنا كل حاجه والاسكال واضحه ومفيش اي حاجه مضايقاني، هلغي خلاص البونش مود واقف على الاكزيال واجيب كلمه راديال رينجز عشان يديك مجموعه كده تبدا تقلب منها الصور. طيب الصوره انت حاسس ان هي مرفوعه هنا فوق شويه او شكلها مايل شويه، طبعا احنا محررين اللي هي الروتيت بتاع الايمجز دي، تبدا تخليك تحرك الصوره براحتك. لو حركت الصوره دي شويه تلاقي الصوره دي اتحركت معاك واتعدلت شويه. تمام. في هنا عندنا المربع ده ظهر معاك في رقمين 1 و19، ده رقم 19 بيتحرك معاك، لا انا عايز احرك رقم 1. رقم 1 ده بيقول لك انت الصوره اللي عايزها تظهر هنا تكون اي واحده، ده رقم 1 امشي معايا، كل خط من الخطوط دي بيمثل صورة. طب أنا عايز إن رقم 1 تكون هي الصورة دي، يبقى تخلي رقم 1 واقف بالشكل ده وتكمل هنا الدايرة معاه لحد الآخر. طيب أنا عايزهم مثلا 9 صور، وليكن 9 صور عشان هطبع الفورمات بتاعتي تكون 3 في 3. خلاص أنا كده خليتهم 9 صور وهقول للجهاز ستارت، هيبدأ لك يعمل لك مجموعة 9 صور. تمام. بيلف حواليها لفة كاملة، ابعتها سيف اند كوبي تو فيلم شيت، وتروح على الفيلمينج عشان تبدا تطبع. هتشيل اول صوره اللي هي السكاوت دي انت مش عايزها في حاجه، وهتحدد ال9 صور كلهم، ومن اللي اوتس ممكن تختار بسرعه من غير ما تعمل اي حاجه فورمات اللي هي 3 في 3، تحدد كله ونرجع للايمج تاني عشان نعمل هايت جرافيكس. كده انت خلاص بتعمل زوم، كده بقى عندك 3 دي سكال. طبعا لو عايز تحرك اي صوره لوحدها مثلا دي اوتش منك حتى، تبدا ترجعها لوحدها، حركة الصورة عادي لوحدها مفيش مشكلة. تمام كده خلاص. تمام. ال 3 دي عامة بيطبع على طبعة كلر. تمام. لو هي موجودة، طب مش موجودة ممكن تطبع على فيلم ليزر عادي، بس طبعا طبعة كلر بتديله نفس اللون ده بتبقى شكلها جميل ويبقى ايه فيلم كويس. خلاص احنا كده كله تمام. اكسبوز فيلم تاسك بعد ما تختار الطبعة. طب انت عايز تختار الطبعة منين؟ من الكاميرا، بتروح هنا بتختار نوع الطبعة اللي انت هتطبع عليها، لو هي في مثلا طبعة كلر او حاجة تبدأ تشتغل عليها. خلاص انت كده طبعت الفيلم اللي انت عايزه. تمام. لو عايز تعمل شكل مختلف تاني غير المحور ده، بتروح مثلا تقف على مكان مختلف، يعني مثلا لو احنا وقفنا على الكرونر وفتحنا الراديال رينجز، تمام، هيديك تقطيع بشكل مختلف اللي هو شايفين الصورة بتلف معانا بشكل ازاي. اي مكان اقف عليه هيديك إيه، زي لما بنجيب من السجدة بنجيب من الاجزل، هو كذلك الموضوع في 3 دي، بس طبعا احنا بنقف على الاجزل بيديك مجموعه الصوره اللي احنا شفناها اللي كانت بتلف بشكل سجدة عشان نقدر نشخص منها بشكل كويس. طب انت مش عايز تعمل كده، عايز تاخد صوره معينه، تبدا تعمل روتيت للمنطقه اللي انت عايز تظهرها بشكل كويس وتقول للجهاز سيف. ماشي. طب انت عايز تعملها هي على طول على الفيلمنج، هي دي هيعمل له كده كوبي تو فيلم شيت، هيحفظ لك الصوره دي لوحدها ويبعتها لك على الفيلمين 3 دي. عايز مثلا صورة تاني مختلفة مثلا وليكن دي، تقول له سيف اند كوبي تو فيلم شيت. ها كمان واحدة مثلا، تبدأ مثلا عايز تعمل عدد الصور اللي انت عايزه،
لو انت عايز تاخد مثلا زوايا معينة، عايز تاخد مثلا للاسكال من فوق مثلا صورة كده كده تمام، وتروح على الفيلم برضو وتظبط الفورمات بتاعتك وتطبع الصور اللي انت عملتها. وبكده تكون قدرت تعمل 3D للاسكال، وعرفنا نعمل بون ويندو، وعرفنا نعمل سوفت اكزيال وكرونال وسيجيتال. تمام، وبكده يكون احنا خلصنا فحص البرين من بدايته لحد ما قدرنا نطبع فيه كل حاجة عايزين نعرفها. وإن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.